تقريرنا في التصوير الخارجي كان كسرة جو، أنا وشيخة حبينا نطلع نصور ونشوف شلون الناس كذي تعشق التصوير، وأكيد إحنا نشكر المصور بدر الصراف على التصوير الرائع. كنا في فندق كراون بلازا فروانية، كل الشكر لهم. لكن مو هذا موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم شيء وايد يهم البنات ويمكن يعانون منه بشكل كبير، بالذات واحنا داشين على رمضان عند شيخة الموضوع، لأن شيخة تعشق هذه المواضيع. مشكورة أسرار. موضوعنا اليوم أنا يهمني صراحة من سنين الفتنس، وهذا والحين جاينا رمضان، يعني الكرشة للتلفزيون، كرشة ودغاديق وزغاطيط، فإحنا نقضي عليها إن شاء الله. فاليوم نرحب في ضيفتنا الفتنس نوال العمراني. هلا حبيبتي، مساك الله بالخير. حبيبتي نوال، شلونك؟ ثانك يو، الحمد لله. الله يحييكم، ما شاء الله لبس رياضي قاعد تشجعينا الحين. اي اكيد حبيبتي، حياك الله. حبيبتي الله يحييك، نورتنا اكيد. نوال، في البدايه نبي نعرف ليش عندنا بالكويت انتشار السمنه بهالطريقه؟ هل هو قله رياضه ولا كثره اكل؟ ثنتين هم. مجتمعاتنا العربية بصفة عامة وايد للحين ما عندنا الفهم الصحيح لممارسة النشاط الرياضي. للحين عندنا هنا مثلا كل بنت عندها هدف معين، تروح النادي تسجل شهر أو شهرين وخلاص، بعدين تقعد بالبيت. ما للحين مو فاهمين إن الرياضة نمط حياة، إن لازم يكون يعني جزء من حياتنا اليومية، لازم نخصص يعني جزء لو ساعة أو نص ساعة أو حتى 45 دقيقة باليوم، وايد راح تفرق معانا. السبب الثاني اللي أنا وايد أشوفه يعني سبب رئيسي، المطاعم. بالدوام نطلب مطعم، قبل النادي نطلب مطعم، رد البيت نطلب مطعم، وهالشيء وايد وايد غلط. يعني حتى لو انت ما قاعد تمارسين الرياضة، بما انك انت حياتك كلها فاست فود او كلها اكل غير صحي، اكيد راح يؤدي للسمنه. فانت ما قاعد تاكلين اكل صحي، بالمقابل ما قاعد تمارسين نشاط رياضي، فاكيد راح يصير عندنا السمنه. اكل اللي عجبك والبس مثل ما يعجب الناس، هذا المبدا باعتقادي هو اللي خلى البنات يصيرون همتي دمتي. ايش رايك؟ صح، والمثل وايد شايع. ليش؟ لان البنت بالنسبه لها جسمها عادي ما يبين، لانها تقدر تخشه باللبس وتخشه بالكورسيه بالضبط. اي فالكورسيه هو المشكله، هو اللي مودينا بدايه، لانه مو فاهمه ان جسمها لما يكون حلو هذا شيء حقها هي. صح، قبل لا يكون حق الناس. انت لما يكون جسمك حلو انت راح نفسيتك راح تتغير، ثقتك بنفسك راح تزيد. فهالاشياء كلها للحين مو فاهمينها. فانا دائما حتى مع الناس اللي اتعامل معاهم اقول لها كوني حلوه حق نفسك، كوني يعني عدي جسمك عشان نفسك، حتى خلينا من الجسم، مارس الرياضه عشان نفسيتك، عشان حياتك اليوميه، عشان حتى نفسيا وايد له تاثير وايد كبير ممارسه الرياضه، مو بس كجسم وكفتنس كهدف. ترى كلامك صدق، يعني مو 100% 1000%، لان انا قبل فتره كنت وايد يعني اسمع من كذي، ممارسة رياضة بسيطة بصراحة، لكن فعلا خففت من أكلي وخليت أكلي شوية يكون عدل. فعلا كان شعور وايد حلو قدام المنظرة لما أشوف نفسي أني أنا ضعفانة، هذا بحد ذاته سعادة أنا أسميه. بس نوال سؤال، يعني دايما إحنا نضيع بهالموضوع، أكل اللي أبي وألعب رياضة راح أكون مثلا، مو نقول فتنس، أكون رشيقة ولا لا في أكل معين لازم أكله وألعب رياضة؟ شوفي انا ضد ان تحرمين نفسك من الاكل معين. انت تعجبيني. اي والله انت احسن مدربه فتنس في العالم. لا والله صدق، لان شوفي اقدر اكل اللي ابي، لكن تدرين شنو الفرق؟ بعتدال الكميه. صح، يعني انا بدل ما اكل بيتزا كامله اكل قطعتين، اكل قطع، هذا الفرق. اكل اللي ابي بس احدد الكميه المعينه، احدد متى اكل، احدد شنو اكل، احدد هذا الفرق. احنا اللي احنا يا ندبها صح، يا احنا يا كذي ندبها بالخمس اذا مو سته، ولا ما نقدر، ما اليوم ما يمشي، مستحيل اقدر اسوي بالضبط مشاوير اذا ما كنت دابتها بالخمس وعيش بعد. بالضبط، العيش هو اللي راح تذبحني الحين. لا لا عادي. نوال، اغلب المتزوجات يعني بحكم انا يعني شغلي، فكانت تجيني تقول لي انا قبل جسمي وزني نفسك،
48 كلهم كانوا 48 اي لان انا وزني في الحقيقه فعلا 48، لكن تقول بس بعد مع اخر ياهل صار صرت كذي. انا بعرف العله وين، في اخر ياهل ولا فيها يعني. واقول لها صار لك ايش كثر والده؟ تقول لي سنه. متى بتضعفين؟ متى الوحده لازم تعطينهم ثقافه، متى الوحده تقدر تضعف بعد الولاده؟ متى تمارس الحياه الفتنس يعني؟ هو علميا ليش يصير صعب؟ يصير صعب بعد اول ياهل وثاني ياهل، خاصه ثاني ياهل. اذا ما خففتي وزنك بعد ثاني ياهل، هم شو يسوون؟ تنطر اول ياهل، ثاني ياهل، ثالث ياهل، بعدين بس يلا خلص. بعدين إيه؟ بعد تخلص بعدين تروح النادي. هو المشكله انه مو فاهمين انه لازم يعني اواصل، وقبل لا تحمل لازم تمارس الرياضه، وهي حامل لازم تمارس الرياضه، وبعد ما تولد لازم تمارس الرياضه. هذا الشيء اللي غلط. فلما تجين انت بعد يعني بعد الولاده، المفروض علميا بعد 40 يوم تقدرين يعني تمارسين نشاط رياضي. اوكي راح يكون مثلا غير نشاطك الرياضي اللي قبل الولاده او انت مو حامل، بس هم تقدرين حتى وانت حامل تمارسين الرياضه. صح. احنا المفهوم الخاطئ، المشكله اني من لما تسمع انها حامل تقعد بالبيت. أيه. من تسمعنا حامل بطنها يعورها ولو التنس. أيه. وتصلي على كل الحين البيبي حتى عينه ما طلعت. ما تبينت ملامحه. نشوف طبعا عمليات التكميم صارت اكثر عمليات منتشره عندنا بالذات بالكويت، نقدر نقول وايد صارت عندنا هذه العمليه منتشره، لكن بعد هالعمليه طبيعي يصير في ترهلات بجسم المراه او الريال. في ناس تهتم ان هي تروح تعالج وتشد وكذي، في ناس تخلي لان تقول على قولتك باللبس كل شيء انه ينخش. خش. شنو ممكن الوحده تسوي بعد عمليه التكميم علشان الجسم راح يترهل؟ شوفي عشان اعطيك فكره عن الترهل، اول شيء ترهل شو يصير؟ عندك الجلد نسي يعني عضو حيوي نفس اي عضو بالجسم، لما تين انت يكون الجسم كان شاد بانسجه عضليه او كميه دهون معينه، تين انت ترى الترهل ما هي حتى بس من عمليات التكميل. في ناس مثلا تضعف بشكل غلط او تسوي دايت بشكل غلط او تنزل وزنها بشكل غلط، فهذا يؤدي للترهل. فانت لما تين الجلد كان مستند على شيء معين، تين تشيلين كميه العضل هذه وتشيلين كميه الدهون، فعلى شنو راح يستند الجلد؟ يصير في الترهل. هني اول شيء انا انصح فيه ان تنزيل الوزن ما يكون بصفه سريعه. صح. اي مثلا انا قبل شهرين او ثلاثه دايت ورياضه واضعف طريقه سريعه، هني انت راح تحلين مشكله الوزن، لكن راح يعني تسببين مشكله اللي هي مشكله الترهل اللي انت راح تقعدين سنين تعانين منها، لان الترهل مو سهل. صح. اخذي وقتك، ضعفي بدل ما تضعفين 3 شهور ضعفي بسنه، تضعفين بطريقه صحيه، لا تخسرين وزنك، لا 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 تتجنبين وايد سايد افكت ثانيين اللي هم تساقط الشعر، وايد وايد سايد افكت. يعني تسوين دايت ما تحرمين نفسك، لازم دائما عناصر الاكل الغذائيه الضروريه لازم تكون دائما متوفره الفيتامينات بالوجبات الصحيه. انا بعد في ناس تلجا وايد مثلا للمكملات الغذائيه او شيء، ترى وايد سهل، بس نظام اكلك انت وجبتك تكون متوفره على عناصر الغذائيه اللي يحتاجها جسمك، بس ما انت محتاجه اشياء من برا. نوال، رمضان جاي ان شاء الله الاسبوع الجاي او اللي بعده، عسى الله ان شاء الله يبارك لنا فيه. الجيمات قطايف كنافه وجنود الست وروح غير المشابس وكل شيء، وندش الجمعيه واحنا صايمين كل شيء نشتهي، كل شيء نبي ناكل. شلون الوحده تقدر تحافظ على رشاقتها؟ زين احنا نتحكي عن الرشيقات، شلون تقدر او تبي تسوي كنترول بدل لا توصل حق الاوبيز يعني الزايد، تحافظ على رشاقتها، ومتى الوقت المناسب حق ممارسه الرياضه؟ اوكي. في رمضان اي في ناس وايد تقول شيء يا رمضان خلاص بقعد بالبيت اخلص عزايم اخلص زوارات وبعدين ارد النادي، هالشيء وايد غلط. وتدرين ان رمضان اكثر فتره من السنه يمكن انك تنزلين فيها وزن. صح. ليش؟ لان بالنسبه الحين ممارسه النشاط الرياضي احسن فتره انك باليوم انك تمارسين فيها النشاط الرياضي قبل الفطور بساعه 45 دقيقه. ليش؟ لان انت يعني طول اليوم راح يكون جسمك استهلك كل نسبة السكر اللي موجودة فيه والجليكوز اللي موجودة فيه، تين على آخر 45 دقيقة شنو راح يكون مصدر الطاقة اللي راح تشتغلين فيها أو راح تسوين فيها نشاط رياضي؟ راح يكون الدهون، فأنت على طول راح تكونين قاعد تحرقين
الدهون، فهالشيء ايه اوريدي الساعه هذه يسمونها الساعه الذهبيه اللي قبل الفطور بساعه، هذه اكثر فتره لازم تمارسين فيها النشاط الرياضي. بعد الفطور لازم يكون ساعتين على الاقل. صح. تفطري مو اندبه خفايف. نتفطر بعدين ساعتين نريح، بعدين نقدر نروح النادي نمارس نشاط رياضي عادي جدا بالعكس. حلو انزين. طبعا برمضان اكثر البنات يدشوا النادي، انا بفتنس، انا راح اصير رشيقه، انا اعلمكم بالفور باك، وانا 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 ليله العيد سبحان الله حتى ما تدل طريق النادي. الاشتراك سنه ماشي دافعه يمكن 1000 دافعه 800، وانت عارفه نوادينا واسعارها، بس تشوفين ليله العيد بس ما ماكو حد بالنادي، بالذات عندنا البنات مو الشباب. شباب ما شاء الله عليهم مستمرين يعني وايد يحافظون. فنصيحه حق البنات اللي من هالنوعيه اللي من بعد رمضان يوقفون، شنو ممكن راح يصير بجسمهم بعد ما يوقفون؟ فنبي نصيحه منك. انا نصيحتي دائما لا تهدون الرياضه مهما كان سوى، حتى لو انت رشيقه، حتى لو انت مو محتاجه، ماكو جسم مو محتاج الرياضه، ماكو. خلوه نمط حياه، ما اخلي هدف معين والله انا عندي عرس بعد شهر ابي اضعف وبعدين خلاص ما نشوفها سنه، مو كذي الشيء، وايد غلط. يعني انصح ان النشاط الرياضي ما يقتصر على مده زمنيه معينه او فتره زمنيه معينه، يكون دائما. ما قدرت كل يوم بالاسبوع اقدر 3 مرات بالاسبوع، ما قدرت 3 مرات اقدر مرتين بالاسبوع، ما قدرت اروح نادي اقدر اتمشى، اوكي يمكن عندي ما قدرت ما في اعذار. صح ما في اعذار، اذا انت تبين هالشغله راح تسعي لها. والجسم دائما اقول الجسم نفس النبته، اذا انا ما اعتنيت فيه اكيد ما راح احصل جسم حلو، ما راح احصل قوام حلو، ما راح. فغير كذي الرياضه تأثيرها على وايد أصعدة، مو بس كجسم ومو بس نفسياً أيضاً. نفسياً اجتماعياً يكفي أعصابك تروح وتطير وقت الرياضة. وبعدين الوحدة اللي مو حابة الرياضة تقدر تختار لها نوع رياضة هي تحبه، لأن عندنا وايد أنواع من الرياضة اللي أنت تمارسينها. شكرا لك مدربة الفتنس الجميلة نوال، استفدنا من معلوماتك، وإن شاء الله ما تكون آخر زيارة لنا ببرنامج السيف. شيخة الحب مشكورة حبيبة قلبي، مشكورة نوال، إن شاء الله البنات يستفيدون، وإن شاء الله ما نشوف سمنة، نشوف كله رشيقات. إن شاء الله. ننتقل الحين حق فقرة الجاية مع زميلي طالب والعسولة نور، نشوفكم إن شاء الله.